اه يعني انت كل يوم الصبح بتلعب بلعب. رياضة كل يوم الصبح انا بصحى 5 ونص الصبح بلعب رياضة 7 الصبح خمسة لازم 5 الصبح احنا كده مسهرينك جامد اه بتصحى فعلا 5 ونص صح؟ فعلا بصحى 5 ونص الصبح بتعمل ايه في حد صحي الساعة 5 ونص الصبح؟ ده انا بقالي 20 سنة كده أو 23 سنة من ساعة ما اشتغلت بتعمل ايه يعني؟ يعني يعني بتتواصل مع مين في مصر الساعة 5 ونص الصبح؟ ما هو بقى ما أنا هقول لحضرتك على حاجة برضه دي حاجة للشباب أنا بقولها لهم يعني كل واحد على حسب شغلته ولكن الشغل الطبيعي انك لازم انا بشوف ان لازم تشتغل كتير قوي. مفيش حاجه سهله. انا بشتغل 18 ساعه لغايه دلوقتي. 17 من 17 ل 18 ساعه. انت لازم تشتغل كتير ومفيش حاجه بالفتاكه و... لا انت لازم يبقى عندك هدف في حياتك وهتفشل ولازم تقوم تاني وتن... بس الكلام ده كله محتاج جهد كبير جدا لازم تقوم تبقى حاطط في دماغك ان اليوم انا في نصيحه قالها لي آه... الله يرحمه الحاج عبد الوهاب قوطه قال لي الرزق بيتوزع بدري انا صدقتها اه طبعا. صح صدقتها وكنت مؤمن بيها وكنت فاكر ان ده بجد لغايه ما هو فا... طلع بالنسبه لي انا عقيده دلوقتي فانا بقول ل... لاي شاب لازم تشتغل كتير ما تقوليش أنا هشتغل من الساعة 9 لخمسة 5 وأنا شاب عادي وأنت هتبقى عادي برضه. عايز تبقى مميز لازم تشتغل كتير ولازم يبقى عندك إصرار ولازم ت... ت... ما تتضايقش من الفشل إيه لأن الفشل إيه أ... إيه أوطى نقط إيه الأكثر النقط اللي أنت بتتكلم عليه اللي أنت بتصنفه فشل في حياتك في لحظة معينة مثلاً؟ هو الفشل جزء من النجاح اه ايه اللحظه اللي انت قلت ايه انا انا خسرت في المشروع ده اول خطوه دي كانت خطوه غلط تماما لا فشلت فشلت كتير جدا بس الفشل بيعلمني ازاي انجح جدا يعني مش في ايه يعني عملت في, في قرارات حتى في القرارات اليوميه الطبيعيه ممكن تفشل وتاخد قرار غلط ما ده فشل بس ترجع تصلحه مش عيب بس بتتعلم من الفشل ده ازاي تنجح بعد كده ازاي ما تعملش ده كده ازاي ان انت تسرعت وما فكرتش بالطريقه الفلانيه فترجع تفكر بطريقه ثانيه تنجح بيها ما فكرتش م... يعني خدت مره مثلا قرار ك... في مجلس اداره في شغل الحديد كتير. كان غلط أ... انت مصمم الحديد اللي انا اي دا... حاجه اي حاجه خلاص اي حاجه أ... أ... اي مجال أ... 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 خدت كتير جدا قرارات غلط بس انا طبعي ان انا بستثمر في الناس عندي طول عمري تيم على اعلى مستوى أ... باخد رايهم انا مش ومانشوف م... ممكن التيم يغير رايك تماما 100% ولا ياخد رايك ويسهل لك انك تعمله وخلاص 100% ممكن يغير رايك يعني ممكن انا 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 مثلا شغال مع تيم ف ده يسهل لي قراري لكن ما غيرش قراري لا يمكن انا يغيروا لي قراري ما فيش مشكله طالما اقنعوني خلي بالك يا شريف خبره الحياه أم أم بتساعدك جامد جدا وانا واحد منهم لان انا كان تعليمي عادي جدا مدارس حكوميه جامعه حكوميه ما فيش اي حاجه مميزه ولكن التيم ده برضو اللي بيشتغل معاك او الناس اللي انت بتستثمر فيهم دول، دول ناس برضه اتصرف اهاليهم بقى صرفوا عليهم كثير قوي. الجيل الجديدة بقى. لا انا مش قصدي اهلي 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 احسن يعني ابويا الله يرحمه ووالدتي يعني عملوا جهد رهيب بس كل, كل على قد يعني. يعني كل بني انما بنيلة الناس دي ما ما ال 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 الاستثمار اللي حصل فيهم في التعليم يستاهل ان انت تسمع كلامهم وتسمع بتركيز وممكن ما بقاش عندك ايجو انا لا بس يقنعك. مش معنى كده ان انا ما باخدش قرارات طول الوقت انا باخد قرارات طول الوقت م. بس لو جه قرار حد قال لي التيم بتاعي واحد اثنين ثلاثه او التيم اجتمع وقالوا لي كذا بغيره هو ايه اللي حب. انت تحب تغيره في احمد أبو.